يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة برئاسة سوريا لمناقشة عدد من القضايا خاصة في فلسطين والأوضاع في القدس وعدد من القضايا الأخرى. يستعرض وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أمام الاجتماع تقريرا حول الممارسات غير الإنسانية لإسرائيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.